يا ايش عندكم انتم تالي الليله الحين؟ ليش مو قاعدين ببيوتكم؟ متابعينا الكرام من شتى بقاع الارض، اهلا وسهلا بكم في ديوانيه الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله متابعين في لايف الخميس ان شاء الله. وصراحه استانس وايد يوم الحبيب بدا يتعبد، حتى يمكن انستغرام اطلع لايف كذي. ومن زمان قاعد الحين على بعض، يلا خلينا نسوي محتوى خلينا نسوي محتوى خلينا نسوي، بس الحين واحد يتشجع اكثر صراحه، ان قاعد يطلع بصوره وايد وايد قويه. ليش ما تجرب تصور طبيعه مدن؟ انا اصور شنو؟ انت حيوانات صور حيوانات. غالبا المصور يعني خلينا نقول راعي بالين شذاب، بس المصورين تقدر تروح من تخصص الى اثنين. يعني مثلا اذا واحد قال ابي اروح كينيا، خلي الناس كلها تقول والله فلان، او واحد يقول والله ابي اطلع لايف انستغرام بس يعني ليفل ثاني، شو يقولون؟ عبد الرحمن الخميس مثلا. فتخصص بشيء، كل ما تخصص راح تكون فرصه البزنس عندك او فرصه التميز عندك اكبر. فيقولون والله ماجد متخصص في تصوير مثلا السفر وحياه الناس بلس الحيوانات مثلا. واللي يبي يشارك معنا يقدر يكتب سؤاله راح نجاوب عليه ان شاء الله، او يدق على رقم التليفون. راح تكون تجربه وايد حلوه، اي احد وده يطلع معنا من الكويت من برا الكويت. عبيد موجود معنا، يا سلام يا سلام، والله دلع كذي، والله دلع كذي، قسما بالله دلع. بعض الاشياء المهمه حيل في حسابك الانستغرام، اذا تبي حسابك يكون فعال. قبل شوي واحد ارسل لي رساله قال لي تابعني في الدايركت مسج، فقلت له لا تطلب من احد يتابعك، خل محتواك يخلي الشخص هو يتابعك. شلون كذي اقرب؟ انه يكون جبارك. ايوه ايوه، فخل محتواك ان الشخص هذا لا تنفخ فيه عاد. ما انفخ، مو متعودين احنا، متعودين تليفون وشي هيلك. لا لا شلون طال عمرك الحين، شي مايك قاعد نظفنا. المهم كذي اوكي طال عمرك؟ كذي اوكي، بس ما ودي طلتك البهيه تختفي، ما اشوف وجهك. اي نبي نشوف. ذلنا ذلنا ركب هذا وذلنا فاضي. زين المهم، فقال لي ضيف حسابي او سوي لي فولو او انشر صورتي. من الشغلات الاساسيه نصيحه حق الكل، لا تطلب من احد انه ينشر حسابك مثلا او يسوي لك فولو. لايك يا الغلا سريع، لايك يا الغلا، لايك يا الغلا. زين مو قاعد اشوف الكومنتس الحين، انت غششني اذا في شيء. يلا فخل محتواك وهو يفرض نفسه. الخميس مثلا ذيك المره نزل فيديو انشروا الكل، سريع مثلا ينزل فيديو يكسر الدنيا، ينشرون الكل ينشر، ما يروح حق واحد بالدارك تقول له الدعم الدعم وما ادري شنو. لا لا، لما تنزل محتوى قوي المحتوى هذا بروحه يفرض نفسه. في نصيحه اسمها الكونسستنسي، يعني الاستمراريه في طرح المحتوى. حلو، وايد ناس يبي يدوس كذي، يبي اليوم عنده 10 فولوور باكر يبي 100,000. ما يصير. لازم تبدا تطرح محتوى سنه سنتين ثلاث اربع، ما عندك مشكله، وتبني جمهورك شوي شوي. في وايد ترى يكون عنده 1000 متابع، يقول انا ما عندي متابعين، عندي 1000. عندك 1000، تخيل. أي. يعني تخيل الألف صار شوية، الألف لو نجيب 1000 هني بالملعب كرة قدم على قوط بسام تترسه، 1000 متابع خذوا من وقتهم وقاعد يطالعون شيفتك الحلوة. زين زين، ترى عدد كبير. صحيح، فلازم أبرشيت هذول الناس. لازم شنو يعني شو اسمه شنو بالعربي؟ أي صح. الله الله يعني تقدر هالناس، لو واحد بس يطالع المحتوى اللي انت قاعد تسويه لازم تقدر هذا المحتوى. فلازم تحط لك جدول ترتب هذا المحتوى. شلون تسوي محتوى؟ وايد 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 طرق، عندك محتوى وايد تقدر تعيد استخدامه مره ثانيه. ممتاز، ريسايكلينج نفس ما انت قلت من قبل. و بالضبط، في شغلتين، ريسايكل انك تعيد المحتوى، وفي ريوز وريسايكل. ريوز انك شغله قديمه السنه اللي طافت مثلا خذت اقوى تفاعل، نزلها مره ثانيه وقول هذه احلى صوره انت تفاعلت معاها. الريسايكل شنو؟ انك والله تسوي اعاده تدوير. فيرجن، ايوه فيرجن جديد. يعني مثلا انت نزلت موضوع باللايف القديم ابو كلب، الحين نزله مره ثانيه الحين كاميرا كذي. الموضوع هذا شرحته لكم ايام الكاميرا، بس الحين انزله مره ثانيه، انزله مره ثانيه باللوك الجديد، اللوك الجديد او تعديل جديد او فلتر جديد، حركه جديده. تنزل فيرجن بلاك اند وايت وملون، تقول لهم ايش رايكم مثلا هذه ولا هذه. تقدر تقول يا جماعه نشروا واشتركوا، وحتى في اليوتيوب في هذه اي هذه، لان الناس ساعات تنسى، ناس ساعات تندم. اطلب التفاعل بشكل عام، ما عندك مشكله. بس لا تدخل على واحد وتحرجه وتقول له
عندنا اذا تمون علي انا مون على الخميس اقول له خميس ترى بنزل شغله ابي فزعتكم مع عادي عادي بس شخص ما تعرفه مو حلو انك تدش وتقول لا يعني بصيغه حتى تقول اذا عجبك انشر مثلا ها فلا تسوي هالشغله خلها عامه بالعكس انا اقول لك خليك جريء عادي وقول حق الناس سو لايك سو سبسكرايب سو شير حق الموضوع اذا عجبك ترى هذا يزيد نسبه التفاعل 30% زياده حلو اذا طلبت منهم راح يزيد اذا طلبت منهم اي بس لا تطلب مثل ما قلت لك في ناس ممكن تضايق تقول شنو ادري اذا بس بشير ولا بسوي لك سبسكرايب ادري ما يحتاج تقول لي بس هي حتى من اليوتيوب نفسهم لما قعدنا معاهم وشي لا الناس تحتاج ان تذكرها الناس أي. مرات تنسى دشيت بس ما يبالي اسويها او ما حسيت بالله. هذا الشيء ممكن راح يفيد ناس ثانيين اذا سويت كذي لا تخجل اطلب التفاعل من المتابعين يوتيوب وغيره لايك سبسكرايب بطيخ تعليق حط قلب وتذكر انا سويت حركه انه مرات واحد وده يعلق بس ما عنده كلمه فقلت انا اللي تعجب الصوره مثلا خلي يقول واو ونار مثلا فصار عندي تقريبا 50% من التعليقات واو ونار ليش ودي اتفاعل معك ما يدري شنو يكتب مرات صحيح. فانت اعطيته شيء اسمه سي تي اي اللي هو كول تو اكشن لما تدز ايميل لما تنزل حلقه لما نسوي شيء عندك حمله عندك منتج تبي تبيعه لازم يصير في شيء بالتسويق اسمه CTA اللي هي Call to Action انك تقول له شو يسوي وغالبا الواحد وده تقول له شو يسوي خلنا ناخذ شوي من الناس اللي قاعد يكتبون لنا بالتعليقات اطلب من ماجد سلطان يتكلم كيني عن خاطر اوكي بعطيكم ثلاث كلمات بالسواحيلي اللي هي لغة الساحل الافريقي منها كينيا وتنزانيا واواوا اباريا صبوحي يعني شنو من اسمها شنو عبارة صبوحي اتوقع صباح الخير صباح الخير اوكي لا سلامة شنو تصبح على خير لا سلامة تصبح على خير عاد اسهل واحدة شنو هكونا متاتا هذا من ملاين كينج ضبطونا يعني شنو شنو يعني ماكو مشاكل ماكو مشاكل في طبعا كلمات بالعربي مثل هراكة هراكة يعني بسرعة حركة من حركة ايه ماجي باردي حلو يعني اوكي شنو بارد يعني ماي بارد ماي بارد اي فكانوا تجار العرب يروحوا لهم وكذي حلو انتم كذا السلام عليكم منورين يقول لك شنو معايير فوز الصوره في المسابقات انت لما يقعدون محكمين قدامك انت قاعد تحكم مسابقه وقاعد تشوف مجموعه صور حلو فاهم شيء تشوفه شنو انت شفت ملايين الصور مال الاسود مثلا الزراف والفيله تبي تشوف شنو زاويه جديده تبي تشوف فكره جديده كذلك قيس على هذا كل المسابقات بعض المسابقات يقول لك والله نبي صورة حلوة بالكويت راح تلقى الأغلب اللي يفوز مثلا تلقى حمود سلطان حاط مثلا برق ولا رعد ليش لأن صور السيتي مثلا متعودين عليها فيبون صورة جديدة فيها مثلا اختلاف بالجو فيها شيء حدث صار معين بالكويت ما راح يتكرر فغالبا تبي صورة تفوز لازم تقرأ شروط عدل رقم واحد رقم اثنين انك تجيب شيء مو مألوف عبد العزيز ريا يتحدث ابي اسأل سؤال حق ماجد عبدالله نزل تحت عبدالله السؤال المهم والأساسي شلون حصلت الفيريفاي النجمة أهم شيء على قولتهم أنه أنت بحسابك شنو يعني أنت تقول له يعني اللي يشوف الحساب مثلا عبدالعزيز السريع أو ماجد سلطان أو عبد الرحمن الخميس راح يشوف الشخص هذا حقيقي هذا رقم واحد هذا اذا كنت اندفجوال مو بزنس حلو اوكي يعني مثلا ماجد سلطان مصور انا كاتب انه مصور او بلوجر او فاشينيستا لا مو فاشينيستا انك تكون انت اول شيء تعريف مالك البايو واضح رقم اثنين رقم ثلاثة وايد يركزون عليه اوريجينال كونتنت هذه وايد وايد مهمه حطوا تحتها مليون خط انك انت قاعد تسوي كرييت حق كونتنت يعني مو منزل من جوجل ولا مو منزل من جوجل ولا محفوظه ركز على محفوظه ايه هذه لعبتها محفوظه الحين ما قاعد ادورها من محفوظه تقدر تنزل كونتنت مو لك بس انك تكون حافظ الحقوق انك مسوي له تاج واو تمام قبل كانوا يقولون ان لازم يكون عندك صفحه بالويكيبيديا ما صفحه بالويكيبيديا وفي ناس تدفع اساس تسوي فيريفاي ما له داعي كله اللي حصل ان انا حطيت البايو واضح حطيت اسمي اللي هو نفسه بالدوكيومنت اللي راح ادز الجواز الاوريجينال كونتنت موجود ان انا مصور هالصور لما يسوون بحث في جوجل راح يكتبون اسمك اوكي فالصفحه الاولى المفروض تكون معبره عنك يلقون ماجد زعابي مثلا او يلقون ماجد فوتوز يحصلونه حلو
أعرف ناس وثقوا حساباتهم بدون أي مبالغ بدون أي شيء. عندهم 30,000 و40,000 فولوورز. يعني ما يحتاج رقم وايد ما كبير. ما يحتاج. لما تبحث عن اسمهم في جوجل هم ما تلقاهم. أوكي. تمام. فهذا مو شرط أساسي. حلو. الشرط الأساسي الشخص اللي قاعد يراجع حسابك. قاعد ألاحظ إنه الحين دز أنت verification بالابليكيشن نفسه تقول ask for verify. في كل مرة أشخاص يراجعون. حلو. في واحد تلقاه حشر كله يرفض وفي واحد بسرعة يسوي اكسل مزاجي يعني ممكن تكون. أنا قاعد أشوف صراحة وايد مزاجية فيها أمانة. قبل فترة بالأيام فوتو توكس كنت مع تراق يحيى تراق قاعد يقول وصل له مسج إنه هو كان داز ريكوست كان يوصل له مسج إنه إحنا من إنستغرام ودزلنا بياناتك وإيميلك عشان إحنا بنوثق حسابك. كان يمباق حسابه. كان يمباق كل شيء حسابه وفيسبوك وكل شيء. إنستغرام أساساً صرحوا أكثر من مرة يقولون يا جماعة خير إحنا ما نسوي كونتاكت إحنا ما ندق عليك إحنا ما نكلمك. الصراحة سعيد وايد في هاللايف وعسى الله على قولتهم يكثر. من لايباتكم ان شاء الله. الله يجزاك خير. انت من الاشخاص اللي حبيبي وعدول انت من الاشخاص اللي نورتنا من اول لايف يمكن طلعت فيه على السيت اب القديم كنت انت اول واحد موجود معنا وننطرك حبيبي. تنورنا في الحلقات الجايه. احنا قلنا اللي بنسويها كونسب ديوانيه يا جماعه حق ابو عادل وحق كل اللي قاعد يشوفون. ما يحتاج حجي عادل المكان اهم شيء شلت هولك اللي عند الدخله لانه يخوف. اي لا حطيته ورا انزين شلنا انزين. التوثيق يصير بعد اسبوعين من الطلب. الطلب يصير عن طريق البرنامج. راح يجيك بالنوتيفيكيشن انه مرفوض ولا مقبول. اذا مقبول راح تلقى النجمه. اذا مرفوض تنطر شهر وتقدم مرة ثانية. فأنصح أن كل واحد يقدم قثم مني لما يقول خلاص تفضل نجمة تفضل. أهم شيء يكون عندك محتوى أوريجينال اللي هو أصلي أن يكون أنت ناشر هذا المحتوى. هذا من أهم الأشياء. فالحين بقرأ الكومنتات بقرأ لا بلوك اطلع ورجع. قاعد تشوفني ناخذ اتصال. سلام. زين اللي عاجبته قطه ماجد خلي يحط لايكات. اللي مو عاجبته خلي يدش اكونت ويصكه بلوك. ريبورت خلي شيل النجمه ما يستاهل النجمه. يعطيك العافيه. اول شيء كنت بتشكركم كثير على هاللايف الرائع صراحه من جدين. شكرا. عابده مئاتي من جدين. فعن جد سوبر رائع هالفكره وعن جد متشكر. شكرا لكم. الله يعطيكم العافيه. بالعكس هذا اللايف ما راح ينجح واي مشروع ما راح ينجح بدون تفاعلكم ودعمكم. فانتم اللي قاعد تعطون هذا المحتوى قيمه من بعد الله والشباب اللي قاعد يشتغلون هنا. كان عندي سؤال لأستاذ ماجد. حياتي. من خلال تجربته وخبرته الكبيره بتصوير الحيوانات وغيره كيف فدته بتجربه النيجر وكيف كان السوشيال ميديا عنده يعني كيف ساعدته السوشيال ميديا ليوصل رساله انسانيه. من الجميل جدا انك انت لما يكون عندك هواية تقدر تتطوع فيها بأي شيء سواء تساعد انسان تخلي انسان يبتسم. لا الحمد كانت يعني تجربتي في افريقيا خلينا نسميها بالوايلد لايف افتحت لي مجال اني اتطوع مع جمعية العون المباشر. وانا مهندس كمبيوتر فصممت لهم موقع الناس تقدر تستقبل عليه التبرعات. ومن بعدها قمت اسافر واوثق حياة الناس. فعندي تخصصين تخصص الوايلد لايف تخصص تصوير حياة الناس ونقل الصورة هذه. يمكن واحد ما يقدر يروح النيجر أو ما راح النيجر شاف حالتهم هناك فمن خلال هالصورة هذه ومن خلال مجموعة من الشباب الناشطين بالسوشيال ميديا يعني استخدموا السوشيال ميديا خلينا نقول استخدام الأمثل في نقل صورة شخص محتاج وتفاعلوا معنا عشرات الآلاف من أهل الخير بكل مكان. آخر حملة تبرعوا معنا ما شاء الله 70,000 إنسان مجرد ما أنت نقلت الصورة هذه ما شاء الله لا إله إلا الله. فهذا الشيء يعني وايد حلو. كل واحد منكم عنده هواية صدقوني إنه يقدر إنه يتطوع فيها ويقدم فيها خدمة حق شخص. قلت له خلنا نطلع بسرعة على تلفوننا وإيش عندي شيء بسرعة. تبي أشغل الفويس الحين. الفويس تاريخي الصراحة. إن شاء الله يا عبد الرحمن الأنسة ينتبهون لك لأنه والله اللي أنت مسويه براءة اختراع عالمية. شيفترز على راسي تسم لي الحبيب. ان شاء الله كافي الناس اللي موجوده حاليا انتبهت على شيء اللي احنا قاعد نسوي. فان شاء الله هذا احنا قاعد نقدر نصنع فيه فارق ان شاء الله. 10 اشياء لا تسويها في الانستغرام. رقم 1 لا تشتري متابعين مهما صار. تقول انا واصل 5,000 8,000 ابي احط رابط بالستوري
لا تشتري متابعين، راح تتحسف طول عمرك، راح تدري من داخلك انك انت شاري متابعين وراح يضيق خلقك. رقم 2 لا تشتري لايكات وكومنتس. رقم 3 لا تطلب من احد نشر حسابك شخصيا، لا تدخل عليه تقول انشر حسابي وانت ما تعرفه. رقم 4 لا تسوي بلوك حق احد. انا بروح اجيب كاكاو. تبي كاكاو؟ ايوه كاكاو. يلا كفر. زين رقم 4 لا تسوي بلوك حق احد الا اذا عاد واحد باص خلاص كلش مسخه، سوي له بلوك ما يخالف. بس انا عندي يعني قاعده ما اسوي بلوك، اسوي ميوت، ما اسوي انفولو، اسوي ميوت. اذا ما عجبني الكونت ما اسوي ميوت اساس لا تجرح احد ولا تزعل. السؤال حكم حكم مثل الاثنين، متى راح نعتمد على التليفون اعتماد كلي ونعظم اجركم بالدي اس ال ار والميررلس كاميرز؟ متى تحسون ان هالوقت راح يعني ايش كثر احنا نبعد عن انه والله ماكو شيء يصير في كاميرا والاعتماد كله يصير كله على الموبايل؟ السؤال الثاني، ايش رايك بتيك توك؟ هل ممكن نستخدم استخدام بروفيشنال او ممكن تسوي كذي نفسهم اللي موجودين يقولون لك برعايه كندر الحلقه؟ اي جزاهم الله خير وفروا لنا. الحين فتره الانتقال بين الدي اس ال ار الى الميررلس، فاتوقع يبي لنا سنوات، يعني خلينا نقول من 5 إلى 10 سنوات لما يصير انتقال، اذا صار انتقال من الميررلس الى بس موبايل، تمام؟ فاحنا تونا الحين في انطلاقه الميررلس انها تستبدل الكاميرات الكبيره، فاتوقع يبي لنا بعد كم سنه، يعني 5 إلى 10 سنوات يمكن يصير يمكن ما يصير. فحق السؤال الثاني تيك توك، عندك حساب؟ عندي حساب، حتى انا عندي حساب. تحط شو اسمه، تحط مقاطع اليوم انصدمت انه يحطون فلاتر مرات، شفت لما يتحرك 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 يثبت على شيء لازم تسويه، اي على ديزني على ديزني ولا على رقصه معينه. حلو حلو. في واحد اليوم مسوي فلتر يوقف الواحد كذي تطلع ايات من القران. بعدين فاهمين غلط. شوف شوف بعدين توقف على ايه، في الشخص هذا لازم يرتل الايه، واصل يمكن 3-4 ملايين يعني مسوينها بحركة حلوة. أوكي. مو شو اسمه سوالف هذا كذي. لا أوكي. فلتر عبالي نفس ذاك يوم مسوي فيديو أطول صلاة ما أدري شنو بالهابل شورت. شفته؟ ما شفته؟ طاق الكاميرا والله واقف لابس شورت وقاعد يصلي مشغل الفيديو وقاعد يوم كامل كذي يعني. شنو 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 صدفة الموضوع. إيه فتيك توك قوي. تيك توك شوفوا طبعا يمكن معلومه اللي يمكن مو وايد يدرون فيها ان سناب شات وتيك توك 90% دون ال 20 تينيجرز، تمام؟ فهذه الشريحه في اكبر، اي في اكبر بس اقل بوايد. تيك توك اقل بوايد، فاغلب الشريحه هناك خلينا نقول تينيجرز. تقدر تقدم كونتنت لهم؟ اي نعم تقدر، اذا عندك انت بزنس، اذا عندك يعني مثلا مطعم يقدم سويت ما سويت تقدر مثلا مثال انه يصير عندك تيك توك اكاونت بس البطل يكون من تين ايجر. اوكي. هو اللي يقدم، هو الوجه الاعلامي حق البزنس هذا، نجم الشباك مالك مثلا. فممكن تدخل بالتيك توك وما يمنع، لا تدخل متاخر. احنا سناب دخلنا متاخرين حيل وكان طايف وايد القطار. فتيك توك قادم بقوه، صحيح فيه وايد كونتنت تعبان بس ما يمنع انك تدخل فيه بحذر. زاحمهم شيء سوي يعني لما تدش لازم ما تخلي الساحه فاضيه وبعدين تقول ليش شو اسمه. 5 لا تمسح تعليق الا اذا واحد قاعد يسب مثلا او شيء، غالبا لا تمسح تعليق، لما تمسح تعليق وايد راح يقلل من مصداقيه الاكونت. لا تنتقد احد بالعلن، اي واحد يحط صوره بالانستغرام، عمرك انت حطيت صوره كارهها؟ لا ما حطيتها الا هي عجبتني. عجبتني الصوره حطيتها، لا تدخل انت تقول هذه لا ترقى وتصير استاذ زمانك. تبي تنصح تبي تنقد ادخل بالخاص انقد، قول رايي كذا، بعد مو تقول هذه غلط. لا تبط شفدي والله موضوع ترى يا جماعه خلاص بويدات والله اي خلاص. قول من ذوقي كذا مثلا او انا اشوف انها كذا، مو تقول لا هذه غلط. مش وايد تجيني تعليقات يقول لي استاذ ماجد ايش رايك بالصوره؟ ادري انه مش الخيله بمكان يعني زين، بس يبيني اقول حلوه اساس يقول استاذ ماجد قال انها قلتكم. مو شرط، غالبا موضوع حلوه ولا مو حلوه انا لما انزل صوره تكون عجبتني. فاما انك اذا عجبتك تقول عجبتك، مو عجبتك لا تحط لايك. تبي تنصح انصح بالخاص، لا تسحب على الخاص. قويه هذه يعرفها ابو عادل. لا تسحب على الخاص، حاول ترد على الجميع، حاول كثر ما تقدر. عندك الخاص، عندك الجنرال، وعندك شو اسمه الثاني
البريمير مو بريمير برايورتي ما ادري شنو ايه؟ المهم اللي هو الاساسي في حركه وايد حلوه مرات يجي لك بزنس او احد يكلمك ناشونال جيوغرافيك مثلا كلموني قالوا لنا بي صور ما تخاف انه يضيع الايميل او الرساله على طول حط عليها شنو تفضل طال عمرك يا هلا هلا فيك طال عمرك يا هلا والله يا هلا فيك كيف صراحه يا اخي والله مستاهل صراحه يا اخي كيف انتم قدرتوا تسوون كذا والله العظيم احنا مدحنا تكفى اي تسلم لي طال عمرك احنا والله مستانسين وسعيدين جدا بتفاعلكم في هذا الموضوع والله انا اسعد خاصه اني اول مره اشوف شيء زي كذا يعني بس حبيت يعني اني اسعدنا يعني اشيد فيكم على راسي على راسي على راسي اشكرك يا اخوي هذا اتصالك يعني لنا الكثير والله العظيم ما تدري ايش كثر هذا التفاعل وهو اللي قاعد يعطينا دافع اكثر ان نستمر ونطور هذا قلنا لا تسحب على الخاص اذا حدز لك بزنس ولا شيء حط علم الحين صارت على الابديت الجديد صار عادي تشبك من الريموت مال بس لازم بالريموت مو الريموت العادي الريموت اللي فيه شاشه سكاي عرفته سكاي شنو سكاي سكاي نيوز اي لا مو سكاي قاعد يلف وقت انزين انزين هذا تطلع لايف هم انستغرام من الدرون سووها حتى فوتوكس طلعوا لايف اركايف لا تمسح اذا بتعدل حسابك سوي شيء اسمه اركايف ان اي صوره ما تبيها بالحساب سوي لها اركايف تدخل عليها مثلا الصوره هذه والثلاث نقاط اللي فوق وتقول له اركايف خلنا كذي ايوه كذي فتقول له اركايف ليش تقول له اركايف لما تمسح الصوره يمسح معاها الستاتستكس كلها اللي هي كم كومنت وكم سيف وكم شير والامبريشن والبطيخ مالها كلها يمسح فاذا تبي تخش صوره سوي لها اركايف في قاعده بالانستغرام اسمها يلا قول اسمها انذر قبل ان تنشر ها انذر قبل ان تنشر يعني شنو يعني قبل لا تنزل بوست الساعه 9 الساعه 7 كذي مر على الفيد اللي عندك صوره عجبتك حط لها لايك علق شيء تفاعل مو بس لا تصير صنم مع غيرك تمام لازم تتنش او تتفاعل مع الناس على اساس الناس تتفاعل معك حلو معلومة جدا جميلة أقوى طريقة للتفاعل أنك engage with similar accounts يعني أنت تحب تصوير الحيوانات زين تفاعل مع الحسابات اللي تنشر وايلد لايف ما وايلد لايف تحب تصوير الأكل تفاعل مع الحسابات اللي تنشر الأكل فهذا من أقوى engagement أنك تتفاعل مع نفس الكاتيجوري في آداب الرسائل الخاصة ممكن نقولها مع بعض ممكن تقولنا رأيك في الرسائل الخاصة شنو يزعجك في الرسائل الخاصة بالانستغرام الرسائل الخاصة تدري شنو اكثر شيء ينرفزني ايه سلام عليكم أو والله العظيم اتنرفز لا تقول السلام عليكم تسكي طبعا السلام اوكي واحد يقول ايش في السلام لا مو قصدنا ان واحد يسلم تحية الاسلام لا مو هذا قصدنا انت عبالك يعني الحين بس كذي وعليكم السلام يا هلا تفضل ايه كيف حالك اخوي عبد الرحمن المشكلة شبكات التواصل الاجتماعي انا عندي تقريبا لو تشوفون الحين الخاص عندي 397 رسالة بسناب عندي 1000 رسالة في الواتساب تمام فأحدد ساعة باليوم يأخذ مني ساعة تقريبا إلى ساعة ونص بس رسائل خاصة فقط فتخيل أنا حاط الحين الساعة فأدخل بسرعة وبرد أدش على رسالة أشوف السلام عليكم أقول عليكم السلام قلبي وأطلع وأكمل إذا قلت عليكم السلام باكر راح أرد عقب يومين ثلاثة أيام يرد عليك كيف حالك أحس تعرف فيلم جرافيتي ما أدري أنت ستيلر أنت أنت ستيلر اللي هو بالقمر وما أدري وين رايحين قاعد يكلم بنته تأخذ ما كم سنة ضوئية على ما يردون بالضبط هذا اللي قاعد يصير فمثل ما قلنا دائما نقول قول السلام عليكم سعد ماجد أنا معجب فيك بطيخ سوالف كذي حبيت أسألك عن الموضوع الفلاني 1 2 3 ممتاز 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 هذا المطلوب في رسائل تواصل اجتماعي بشكل عام حلو فيعني عط موضوعك مره واحده صكه حتى لو تكتب كذي حاول تختصر اوكي بس انه اذا موضوعك لا تقول سلام عليكم سلام عطنا الموضوع سلام عليكم موضوع كذا 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 يا ريت ترد علي الموضوع الثاني لا ترسل رساله صوتيه تخيل واحد مثلا يبي يسالك سؤال انت اذا انت محتاج حق احد لا ترسل له رساله صوتيه اكتب انزين اذا اهرد عليك رساله صوتيه يكون هو مستعجل مثلا فانا مرات اقرا السؤال اقول له سلام عليكم خذ الكتاب الفلاني من مكتب الجرير مثلا كذا 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 حتى اذا رد عليك هو بويس لا ترجع ترد له بويس لانه البويس وايد ياخذ وقت بس اذا انت محتاج الشخص لازم تكتب له افضل
فهذه من النصايح كذلك. حلو طال عمرك، عطنا اللي عقبها. رقم 4 لا تغازل. يعني هذه موجوده صدق والله اي واحد مثلا مرات ترد له بكلمه حلوه ولا شيء عباله يعني انه مثلا ولا واحد ولا واحده سواء يعني انه معجب ولا شيء شيء. فغالبا الرسائل الخاصه في ناس اصلا يتصيدون هالشيء، بس يبيك تكتب كلمه معينه كذي اساس انه حبتني على طول، على طول حبتني. لا وبعد يرفع عليك قضيه الحين سوء استخدام هاتف بعد. اي اي شيء يحط قلب ولا شيء تروح تروح ورا الشمس. ها يعني صراحه كل يوم افتح حساباتكم واستفيد شيء جديد. الله يجزاك خير. معلومه سفره صوره بغابه حبيب على راسي والله مصعب. الله يجزاك خير طال عمرك، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. سؤال واحد بس. تفضل. سؤال واحد. تفضل. على الدرون، على الطيران الجوي. قول. أبي شاشة كبيرة، فاستخدم الآيباد ولا أخذ الريموت الجديد هذا اللي فيه شاشة؟ شوف شوف أنا بالنسبة لي كتجربتي الشخصية، الآيباد الإكسبيرينس إنك لما تطير بالآيباد شيء عجيب. شاشة عودة وناسة يعني وقاعد تشوف عدل. مشكلتها مشكلتها بالشمس. بالشمس ممكن ما تشوف عدل. هذه اي بالايباد، لان شاشه التليفون او الايباد توصل عدد معين من الاضاءه ورقم معين وبس. يعني هذيك يحط لك عليها ما ادري كم 1000 واط، ما ادري شيء شيء رقم ما اذكر بالضبط كم الرقم، بس ان اضاءتها وايد قويه ما تتاثر لما تكون الشمس قويه. ما تحتاج انك تغطي نفسك ولا تحط على نفسك شيء كذي عشان تقدر تشوف الشمس. تشوف اللقطه كامله، تقدر تشوف اللقطه. كونكشن اقوى بعد بالضبط، بس انه يعني مقارنه كسعر مثلا ما اشوف ان الشغله وايد اساسيه انك تشتري هذاك. اذا عندك ايباد تقدر تستخدم ايبادك، عندك فلوس ما تدري شنو تسوي فيها اخذ هذاك، ما يمنع. حلو تطوير العده انزين، بس انه بالنسبه لي ما اشوف انه شيء وايد اساسي. راح يفرق معك بس مو شيء وايد اساسي، في امور اولى بالنسبه لي انك تقطع عليها فلوس. عسى ما كان شديد اللهجه الاتصال. شلون؟ أسأل الاتصال ما كان شديد اللهجة. لا قالت لي مطول. شديد اللهجة مبطنة عارفة أنا. تدري الساعة 10 أنام أنا بصراحة مستانس اليوم مصحصح. يقولون قاعد يردون على الموضوع اللي مساع اللي قلت لا تسجل فويس، وقاعد يقولون أستاذ ماجد ساعات الكتابة ما توصل المعلومة بشكل واضح. ما أتوقع. أوكي. ممكن يعني إذا كان شيء طارئ طارئ جدا طارئ يعني طارئ العلي مثلا. شوف وين ريبورت شباب ريبورت سبام شو عشان أنا قاعد أسوي سؤال ريبورت سبام شباب. المهم على طارئ يدق عليك واحد أو يكتب لك واحد أعطني رقمك الواتساب ضروري رد، ومشان لا تلح لا تلح بالطلب. ها رقم واحد. رقم اثنين أطلبه شيء طلب اللي أنت تبيه بعدين قول أبي تلفونك. يعني يقولك أبي الواتساب أبي ما أدري شنو، آخر شيء يقول لك أي عدسة أحسن هذه ولا هذه. يا جماعة الناس قاعدين يكتبون باي باي عقب القطة. لا لا يا جماعة أنت غشمة. ثالث شيء التمس عذر. يدشون علي ناس يقولون والله أنت ترد على كل الرسائل مو نفس فلان وفلان، نكتب لهم ما يردون، أو لما أقول أسأل فلان يقول للأسف يعني سأله ما يرد. أنت حاول أنك ترد على الكل، حاول تلتمس العذر. إذا هو ما رد عليك أنت كمستخدم كشخص التمس لأخيك 70 عذرا، وإذا ما حصل 70 اكتب 70 ها اكتب 70 يمكن 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 راح توصل 10-15 توقف. إذا ما حصلت 70 قل لعل له عذر لا أعلم. فأثنين عندنا التمس العذر حق بعض إذا أحد ما رد. لا يضيق خلقك كنا متكبر. لا لا ما حد متكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا أنا أمانة أمانة بس حاب أقول أنتوا ما شاء الله عليكم مبدعين جدا، ولو في منكم تمسه بس بالديره راح نقفز 20 سنه لقدام. الله 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 يجزاك خير مشكور وايد. اي والله قواكم الله، استمروا على هالابداع وان شاء الله نشوف ابداع اكثر يا رب يا رب يا رب. امين حسن ظنكم والله. انا انحرج يعني كان انا انحرج من نزره إيه فانا اتوهق ما شنو فقط على كل هذا. تفضل. حط الكاميرا علي تمام مقاطعه. انا ذاك يوم طحت على على شغله انا هم كذي يعني كنت قاعد احوس بالدايركت كان القى شيء مثل فلتر مكتوب انريد. اي انريد اي قلت شنو هذه طقيتها بالضبط كان تطلع لي والله العظيم طلعت لي مسجات قديمه. خليني اقول لك حركه فيها اي يعني انا عبالي راد على كل المسجات وساعات يطلع لي رقم ما ادري يعني رديت على المسجات بس هذا الرقم انه ما ادري من وين قاعد يجيني. فشفت بعدين
لما طق سنين اي لما طقيت ارد والله العظيم من فوق السنه. فبعدين شنو ارد عليهم شنو اقول لهم يعني فجاه الحين بترد يعني ايش سويت انا؟ اي شنو سويت؟ دبل كليك فطلع على قلوب. انزين فهو سنتين مو متواصل معي. انزين فتخيل يوم شاف زين وسويت لي مسج سويته كوبي بيست على. قلت له صراحه توني اشوف الانريد واكتشفت وايد مسجات فانا اسف جدا اني ما رديت عليك وقتها. تخيل كل هذيل 100 رساله يمكن ردوا انجيج معك. عجيب صار عجيب صار لهم سنه سنتين ما يدري عشان اوه شنو الحساب شي عرفت شنو 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 الله ما عرفتك ما عرفتك الله في عزل ابوس ايدك. قول لي لما انزل ورشه ولا دوره مثلا كاتب 100 دينار تكتب لي كم بالدولار؟ تكتب لي كم يعني البرامج وايد ترى والله. اسمع 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 هاي سيري كونفيرت 5KD تو دولار بس خلاص حلت المشكلة شيء بسيط خلاص كعطاك عطاك عطول شهل شهل اللايف الجميل هذا الله يجزاك خير ما نستغني طال عمرك وضيفك وضيفك جميل لا لا تمدحني بابا لا ضيفي جميل ضيفي جميل اخوي العشرة دولار كم بالدينار ضروري ضروري جرب تجربة عجيبة مكانك والله عجيبة اي ما شاء الله قاعد اشوف الكواليتي والشغل والإضاءة النار وحشينا فيك الخميس شوية محللين طال عمرك تاخذوا راحتكم زورنا شوية إيه لا تاخذوا راحتكم طال عمرك أبعالك تحت أمرك انت ويا بس الصج موضوع الكونتنت وايد وايد حلو الصبح يطلع لك الصبح كوكو كوكو أي والله صجك والله ودنا للأستاذ ماجد يخصص لنا وقت شنو؟ لأهل الأحساء ويشرفنا بزيارته. حاضرين والله نتشرف. ليش ما تزورهم ماجد؟ والله زرتهم كذا مرة بس هم ما كان موجود. شنو هاد الأحساء ماشي وخلي ما يشوني. شو ما كان موجود؟ إذا تبي تكلم أحد مو تقول أعطني رقم تلفونك مو تقول أعطني رقم الواتساب. شنو؟ الطريقة الأمثل إنك تتواصل مع أحد تقول له شنو أفضل طريقة تواصل معك؟ عاد هو بيعطيك الإيميل. بيقول لك انا والله ارد على الانستغرام اكثر من الواتساب فلما واحد يقول لي عطني الواتساب اقول له اكتب لي بالانستغرام عباله ما بيعطي اوكي اوكي اسال الطريقه كالتالي تقول له شنو انسب طريقه اتواصل معك يبي يعطيك بزنس كارد يبي يعطيك تليفون كيف كونتنت عندكم وايد مجال بالستوري ستوري الانستغرام بدعوا فيه بطريقه خياليه صراحه فعندك وايد وايد مجال انك تبدع بالكونتنت بالمحتوى اسال اسئله حط تايمر مثل يوم مثلا الخميس حط تايمر قال الساعة 9 راح نطلع لايف حط تشويق تيزرز مثلا هات وخذ صور لما انت تنزل صورة قطها على طول بالستوري عندك لما احد ينزل صورة بنفس الكونتنت اللي عندك اخذ الصورة من الحساب وقطها وقول ان الصورة هذه عجبتك خلي متابعينك يشوفون الكونتنت الشغلات هذه كلها تحفز انه يصير في تبادل وتدوير بالمحتوى حط اللوكيشن لما تحط لوكيشن هاشتاج يزيدون عندك الريتش 11% تقريبا ايه 11% يزيد عندك الريتش كلمه اخيره تبي تختم فيها طال عمرك كلمه اخيره راح اقول لك حمني اللايف اصلي الله 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 كلام كبير نورتنا ابو عبيد حبيبي اشكرك على وجودك على الاستضافه والله العظيم اليوم من الصبح كان عندي مراجع حق القلب بعدين عندي اسناني اليوم 4 ساعات يمكن خبطني ماي لحظة لحظة, لحظه 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 اتصال لا 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 لا, 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 لا. انت شنو عندك اليوم من الصبح يلا قول يلا. اليوم الصبح يلا كان عندي مراجع حق القلب يلا ابشركم الحمد لله الامور كلها كانت طيبه اوكي وعندي مراجعة إن شاء الله بعد 6 شهور. جاي يكسر خاطركم جاي يكسر خاطركم. إنزين كمل إنزين. مراجعة الثانية كانت 4 ساعات في مستشفى حق الأسنان عند الدكتور فهد ضبطنا الابتسامة اليوم بس مؤقتة. إنزين. إنزين. فخبت إني ماي صراحة خبت إني أسحب يعني أسوي. كنت شنو؟ إذا لا لا. مشكور على الاستضافة. أنت المشكور إن شاء الله ليايات على فكرة ترى هذه مو استضافة. اي هذه احنا لا 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 هذه مو استضافه احنا قلنا نبي نسوي هذا حق الجميع نبي هذا كونسبت نبي ننشره الحين ونبي نستمر ان شاء الله عليه هذه ديوانيه ان شاء الله انت مو ضيف حاليا انت راعي مكان حلو فهذا المكان حق ابو عبيد والربع والناس اللي قاعد يتابعونا كلهم اي احد وده يطرح موضوع وده يناقش فهذه ديوانيه ودنا نتجمع فيها
ونناقش فيها المواضيع اللي احنا نحب نناقشها ودنا نناقشها وما قاعد نلقى فرصة لمناقشتها في وسائل المتاحة حاليا. صحيح. فهذه ديوانيتك ودوانيتكم طال عمرك والمكان تحت امركم اي وقت، فودنا نثبت لنا موعد نقدر نطلع فيه دائما وانت يجمع كلنا مع بعض. فهذه مو استضافه مثل ما احرص عليها، هذه مو استضافه، هذه رواد الديوانيه قاعد يسولفون وانتم من رواد الديوانيه معنا في نفس الوقت قاعد نسولف مع بعض، ان كان في التعليقات في الاتصالات في كل شيء. فايش رايك في الفكره الكونسبت؟ نار وشرار طال عمرك. اشكرك استمر ونحن معك، احنا معك طال عمرك. يعطيكم العافيه، مشكورين على وقتكم، مشكورين على وقتكم، تصبحون على خير. نشوفكم على خير يا رب. سلام عليكم. سلام سلام.